جميل واهلا بيكم، وان شاء الله تبقى حلقه جميله من جمالك. جمالكم دايما عندنا، راجل او ست او بنوته او عروسه، دايما احنا بنحب نهتم بجمال كل الناس، كل الفئات، كل الاعمار. ما تفرقش دلوقتي ان انا لازم استنى اكبر في السن عشان يبقى شكلي جميل، لا، انا ممكن من وانا صغيره او من وانا صغير احاول بسرعه الحق الموضوع قبل ما يتطور. عايزه افكركم بصفحتنا على الفيسبوك، هي نبض كلينيك، دي الصفحه الوحيده من خلالها بتقدروا تعرفوا كل المعلومات اللي انتوا عايزينها، تتواصلوا معانا، تبعتوا الاسئله، بنجمع الاسئله وبنجاوب عليها. يعني عايزه اقول لكم على العرض بتاع عيادات نبض. عيادات نبض عامله عرض جميل قوي، هو ان انا بس ده لفتره محدوده باخد جلسه بي ار بي فري، سواء للشعر او للبشره، مع اي حاجه انا بروح اعملها في فرع التجمع وفرع الشيخ زايد. يعني انا باخد الجلسه دي هديه فور فري، اروح اعمل بي ار بي سواء لشعري او لبشرتي، وانا بعمل بوتوكس، بعمل فيلر، بعمل اي حاجه، بعمل الجلسه دي فور فري. يعني بعد الاسبوع اللي فات والحلقه مع دكتوره هبه فرج، الحقيقه جات لنا اسئله كتير. انا الاول ارحب بدكتوره هبه فرج، اخصائي جلديه والليزر بعيادات نبض. مساء الخير يا دكتور، عامله ايه؟ تمام. بعد الحلقه بتاعت الاسبوع اللي فات بقى جالنا اسئله كتير قوي على الحلقه بتاعتك، وقلنا نجمعها لك كلها ونقول لك يعني تجاوبينا، وكمان احب ان انتم تتواصلوا معانا وتشاركونا دلوقتي واحنا على الهواء، وبنجاوب على طول. دكتوره هبه معانا لمده نص ساعه اللي جايه دي، يعني تجاوب على اي حاجه. طبعا احنا جالنا اسئله كتير قوي عن الفيلر، لسه في ناس مش عارفه الثقافه دكتور بتاعه الفيلر، هل الفيلر دي ماده طبيعيه ولا ماده مالئه ولا ايه؟ فممكن نوضح لهم شويه، هم عايزين يعرفوا الماده دي عباره عن ايه. تمام. الاول ايه هو الفيلر ده؟ هو ماده اسمها هايلورونيك اسيد، مادة مالئة لأي تجاعيد عندنا أو أي مكان عاوزين نعمله كونتور ريشيبنج نقدر نحقن فيه فيلر. لأي تجاعيد؟ لأي تجاعيد موجودة. ولا تجاعيد تعبيرية لأ والتجاعيد التانية؟ لا، التجاعيد موجودة في أماكن معينة، يعني في أماكن معينة يقدر يملاها لنا الفيلر، في أماكن تانية يقدر يقوم بها البوتوكس في إزالة التجاعيد دي. فبالنسبة لنا الهيرونيك أسيد، الفيلر عبارة عن هيرونيك أسيد، دي أصلاً مادة موجودة في جسمنا بس مع العمر بتتكسر. بيجي بقى دور هنا الفيلر ان هو يدخل يملاه للمكان ده. يعني هي زي الكولاجين ولا الكولاجين حاجه وهي حاجه؟ الهيرونيك اسيد هو السبستنت، يعني زي هنا في نوتش عندها في النوز في المراخير عندها، فقدرنا ان احنا نملاه بالفيلر بحيث ان مراخيرها تبقى ماشيه ستريت، مفيش حفره في النص. الهامب اللي موجود يعني ده معنى كده ان انا لو عندي مراخيري مكسوره من فوق زي البغبغ، بيسموها مراخير البغبغين عشان عامله هامب كده، فقدرنا نملاها بالفيلر. ودي ولا عمليه جراحه بقى ولا اي وجع ولا ابره صغيره، لان الهيرونيك اسيد دوت الفيلر عباره عن ماده زي الصلصال، زي ما هنا حقناها في الشفايف تقدري انت تعملي له الشيبنج بحيث تاخدي الشكل كانه بينحت الوش، ينحت المكان اللي يعني الصور اللي حضرتك جايبها لنا النهارده دي عباره عن صور لاستخدامات الفيلر. بالظبط. نقدر نعمل بالفيلر ايه؟ زي هنا عملنا اوجمنتيشن، كبرنا بيه حجم الشفايف وعملنا ليها كمان تحديد. ازاي؟ لان هو مادة زي الصلصال، مادة جيل مش فلويد كده سائل، لا، ليها فيسكوستي معينة، فتقدري تشكليها بالشكل اللي انت عاوزاه. هنا هي كانت عاوزة يعني جاست انها تكبرها حاجة ناتشورال، يعني بحيث ان هو تبقى لايقة على وشها ما تبقاش حاجة اوفر، فعملنا لها الشكل اللطيف دوت. قبل كده كانت فيري سين، يعني احنا عملنا لها كونتورنج، كانت رفيعه فعلا. بالزبط. هي احنا هنا بس يعني تخنا شويه. بالظبط، بحيث انها ما تبقاش فيك، الناس ما تاخدش بالها قوي ان هي حقنه حاجه، تبقى ماشيه مع رسمه وشها كله. بس انا كمان عارفه ان في فيلر مش شرط ان انا اكبر بيه شفايفي، لكن ممكن ان انا اخلي شفايفي شكلها وردي لون. بالظبط. هو عباره عن لون بيقعد معانا. اللي بتعمل اللون الوردي ده بقى دي مش بتكبر الشفايف؟ مش بتكبر خالص. يعني احنا لو في حد عاوز يعمل لون وردي مشكلته في اللون، ممكن نحقن له ان احنا نعمل لون جاست لون، يعمل لون بينك جميل وردي من غير ما تبقى حاطه ميك اب، بيبقى شفايفها مديه حتى كمان نضاره للوش، تحس ان هي الدوره الدمويه حلوه في وشها، لان بتبان من الشفايف عندنا الدوره الدمويه بتاعتنا، صحتنا اخبارها ايه. الناس اللي عندها انيميا بتبقى بيل، الناس السموكرز بتبقى عندهم اللون بيبقى موف، فنقدر ان احنا نحقن لهم الفيلر اللي بيعمل لنا اللون للشفايف ده من غير ما نعمل اي فوليوم. طب هسالك سؤال برضو صغنون خالص، هو الفيلر ده ممكن لو الشفايف اللي فوق ارفع من اللي تحت وانا باجي اضحك
الشفة تطلع لفوق فاللثة تبان، انت ممكن نعالج ده بالفيلر بتمليها فما تطلعش لفوق قوي بالظبط، ولا بوتوكس؟ لا احنا ممكن نستخدم كذا حاجه بعد ما بنقيم بالكشف، لان الابتسامه اللثويه دي قايمه على كذا حاجه، ممكن تبقى العضله عندي قويه قوي ساعتها احقن بوتوكس، ممكن تبقى لا الشفايف رفيعه فعلشان كده جزء من اللثه يبان فاحقن فيلر علشان اكبر الشفايف فبالتالي اللثه ما تبانش، ممكن يكون مشكله في السنان نفسها ساعتها بقى بتصلح في السنين، فاحنا بعد الكشف بنوجهها هي محتاجه بوتوكس فيلر، هي محتاجه هل هي عندها ضب مثلا معين ولا هي محتاجه ايه، فبنوجهها للاختيار العلاج السليم بحيث تجيب في الاخر النتيجه اللي تودي لها الابتسامه اللثويه اللي عندها. اوكي طيب، طبعا مشكله بنوتات كتير طبعا ان الوجه ساعات بيبقى نحيف جدا والوجه طبعا ما بيبقاش مرسوم، فطبعا ده بيخليهم يحتاجوا ان هم يعملوا ميك اب كتير قوي قبل ما تنزل او قبل ما تروح شغلها او قبل ما تروح الجامعه بتاعتها وكده، فبيسالوا هل ممكن نرسم الوش من غير ما نلخبط شكل الخدود؟ بالظبط، احنا ممكن نرسمه لسه قايلين ان الفيلر صلصال نقدر ننحت بيه الوش زي فكره النحات الرسام اللي بيقدر يعمل كونتورنج للمكان اللي هو عاوزه. لا اشرحي لي اكتر، يعني انا وشي رفيع انا هعمل ازاي كونتور من غير ما اغير شكل وشي؟ انا بحقن في اماكن على العظمه ادي فيها كونتور ابرز العظمه ابرز ملامح الوجه اصلا من غير ما اعمل فوليوم حجم كبير، الا لو في حد عاوز يعمل اوجمنتيشن للتشيكس هو بيحب شكل الخدود دي برضو نقدر نعمله له بس الكميه اكبر من الفيلر، والفيلر ميزته ان احنا كل ما بنجيب برودكت احسن كل ما بيقعد معانا اطول فتره ممكنه، ناس كتير بتجيلي بتشتكي ان الفيلر حقنوه واتكسر بعد شهر ولا شهرين، ده علشان هم حقنوا حاجه هنا احنا عملنا شيبنج كانها كانت كبيره جدا في السن لما كانت خدودها واقعه، فعملنا شيبنج للخدود عندنا تدويره رجعنا التدويره اللي كانت عليها من وهي صغيره فصغرها جدا ورجعها في السن. لا هو فعلا لما تبصي على البيفور وافتر تحسي ان وشها كمان مش بس يعني تشد، لا كمان في نضاره. بالظبط، لان ليه بقى بيعمل الفيلر النضاره؟ لان هو ماده الهيالورونيك اسيد دي بتعمل ابزوربشن بتمص الميه، فاحنا الميه هي سر نضاره البشره، فطول ما عندنا ماده موجوده بتمص الميه وهي في البشره طول ما هي بتجيب نضاره للمكان اللي هي موجوده فيه، فعشان كده السكين بتاعها الكواليتي بتاعته اتحسنت جدا. يعني مش بس الفيلر بيعمل كونتور، لا كمان بيعمل تحسن في شكل البشره. الله، سكين ونضاره. الله، هنا نفس ايه ده؟ عملنا كونتور هو صلصال تقدري تنحتي بيه، وبعدين بناخد مقاسات للوش ازاي؟ يعني في مكان موست يعني اكتر مكان المفروض يبقى بارز من عظمه الخد علشان ما يبقاش فيه ساجنج حصل تهدل حاصل، فبناخد مقاسات من اللي عند العين من عند الودن بحيث ان احنا نعمل شيبنج للخد بالطريقه اللي تبقى متناسبه مع شكل الوش ده الفريم العام بتاع عظم الوش. فهنا انت فعلا عملتي حاجة. الله، بصي كان وشها هنا ما مليتيش قوي على قد ما انت يعني شديتي كده الوش كده. شلنا التطبيقه اللي كانت في الوش عملنا كونتورنج بس في اماكن العظم. الفيلر بيختلف ايه في حقنه من حد لحد، التكنيك بيخليكي ما تاخديش مثلا حقنه واحده بس، لا ممكن حد تاني يحقنه بتكنيك مش صح تاخدي بدل حقنه لا حقنتين وثلاثه وهكذا، لان انت لما بتحقنيه في المكان الصح في الليفل الصح بتاخدي اقل عدد من الحقن، ولما بتكوني ورايحه المكان انت واثقه في البرودكت اللي هنستخدمه احسن حاجه ده بيخليكي تاخدي اقل حاجه يقعد معاك الفيلر اكتر فتره ممكن. وهنا بصي قد ايه هي كانت باينه كبيره في السن وعندها الماريونات والنيزوليبيا في التجاعيد اللي في وشها، كمان حتى عند الدقن من تحت كان حاصل ساجنج نازله لتحت كده فتحسي ان الدقن واخده زي سلمتين. بالظبط، اللي هي الجزء الكوره اللي بيسموها اللي ورا ديت في عظمه الفك ديت رفعناها عملنا لها ليفتنج عن طريق الفيلر. الفيلر ده بقى بيقعد قد ايه دكتور؟ الفيلر يعني بيقعد معانا من رينج 6 شهور لسنه على حسب بقى تعليمات كتير بنقولها للبيشنت علشان نطول مدته طبعا عشان يحقن كل فتره ابعد، ومع كل حقنه والتانيه بتلاقي نفسك بتبعدي فتره الحقن. يعني المفروض ان انا الحق نفسي على طول فتقوم الموضوع الفيلر ده يقعد معايا اكتر. انا بحافظ على ده ازاي؟ يعني انا هحقن النهارده انا احافظ ان ده يستمر معايا فتره طويله ازاي؟ يعني اهم حاجه شرب الميه، يعني الهيرونيك اسيد لسه قايلين ان هو بيمص الميه وبيحبها جدا، طول ما انت بتشربي ميه 3 4 4 لتر ميه في اليوم، طول ما انت محافظه 3 ايه 4 لتر ميه. لا طبعا ما حدش بيها يعني هجيب بقى هجيب حنفيه ونقعد جنبها. احنا بنقول كمان لازم كوبايه الاثنين على مدار كل ساعه علشان الكلى ما تنزلهمش مره واحده فما يبقاش استفادت بيها البشره،
كوبايه او اتنين ميه كل ساعه. ثقافه الميه دي مش موجوده عند لو المصريين. كل ام اهتمت بثقافه الميه ما كانتش جعلت اصلا. ما كانتش جعلت وكانوا خسوا وكانت حاجات كتير قوي. طيب لو احنا سيبنا بقى موضوع الفيلر والكونتور بالفيلر ورحنا لموضوع الجفون، الجفون الحقيقه هو موضوع بيضايق ستات كتير، لانه اكتر المشكله دي بتبقى عند الستات بعد سن كبير شويه، وهي ان بيحصل سقوط في الجفن العلوي، وبالتالي بياخد الحاجب وينزل لتحت، وكمان ممكن ساعات يخلي ان الواحد ما بيشوفش كويس. هل انا لما ارفع الجفن ده ايه هي الطرق اللي انا ارفع بيها الجفن، وهل فعلا ممكن ترفعي معاه الحاجب، ولا في الحاله دي بتستعملي اكتر من وان تكنيك؟ احنا بنقيم الحاله، لو هي سقوط الجفن عندنا العلوي ناتج عن سقوط عضله الحاجب، فساعتها بنعمل كذا تكنيك. البوتوكس الاول علشان اعمل ما تبقاش في عضله معكساني، وبعد كده اعمل شد بالخيوط بحيث ان انا ارفع الحاجب، وبالتالي ارفع الجفن المتهدل عن طريق سقوط الحاجب، فبيعمل لنا نتائج هايله جدا. بعد ما الناس كان بيأثر على رؤيتهم بييجوا يقولوا لنا برفع باصبعي عينيا كده علشان اعرف اشوف، او ارفع وشي كده لفوق عشان اعرف اشوف، لا الرؤيه بتتحسن جدا. بتعملي بوتوكس وبتعملي خيوط، خيوط لرفع الحاجب. امال امتى بتستعملي البلازما جيت؟ بلازما جيت الله، هنا عشان السقوط ناتج عن طريق الجفن، الجفن متهدل جدا في الصوره البيفور، فاحنا رفعناها بخيوط، فبالتالي رفع الجفن معانا. فرق، فعلا فرق شاسع. دي بقى كانت بتبص كده للحاجه مش عشان تقدر تجيب الرؤيه صح. ده تحت بقى، ده الجفن السفلي، ده حقنا فيه فيرر عشان التير ترف، نفس اللي هي المادة الهيرونيك أسيد اللي بتملى لنا أي تجويف، هنا كان عندها التجويف في الجفن السفلي، فملناهولها بالفيلر. يعني كمان الجفن السفلي بيبقى عنده مش الله. ده هنا برضو إيه ده التهدد. انت غيرتي العيادة على فكرة، يعني بقت شكلها واحدة تانية وعينيها فتحت، وكمان انا شايفة ان هي قادرة تحط ميك اب. بالظبط، لما بتكبري المسافة دي تقدر بقى ترسم عينيها زي ما هي عاوزة. تقول لي يعني فرق شاسع ما بين حياة قبل رفع الحاجب من بعدها، يعني بنرفعها بالخيوط فبيشد لي بقى منطقة الحاجب دي كلها. امال الجفن السفلي بقى يعني الانتفاخات اللي بتحصل فيه، او ان السواد او الفراغ ساعات كده تحسي ان داخله لجوه كده، برضو دي نفس علاجها زي علاج اللي فوق؟ لا دي ليها علاج حاجه تانية. يعني احنا عندنا التير تراف بعالجه بالفيلر زي ما شفنا في الصوره اللي كانت معروضه من شويه. التير تراف ان هي دي كده القناه الدمعيه دي هنا كده، تبقى حفره تحت العين. لكن بالنسبه لو هو انتفاخ، فانا الاول بستخدم جهاز البلازما جيت اللي كنت سالتيني عليه من شويه، دوت بنستخدمه يقلل لي كميه الانتفاخ، يبقى عمل حاجه اسمها ريسيرفسنج، اعاده تسطيح، ما يبقاش المكان عالي ومنتفخ بالشكل ده، شلنا طبقه من الجلد عن طريق الحراره، وبعد كده بملى لو في تجويف بملاه بالفيلر بحيث ان الدنيا تبقى ماشيه سوا واحد. زي الحاله دي استخدمنا فيها الاثنين، او البلازما جيت وبعد كده كملنا شغلنا بحقنه الفيلر، وده كومباينيشن ثيرابي بحيث ان انت تاخدي فايده ده وفايده ده، فتقدري توصلي لاحسن نتيجه. نفس الموضوع عملناه هنا في انتفاخ دي بنت دي على فكره. بالظبط، بتصغر جامد. دي بنت دي، ودي بتبان النتيجه بعد قد ايه؟ البلازما جيت بيبان بعد شهر، الفيلر بيبان وانس وانت في الجلسه نفسها بيبان. هنا انت عملتي بلازما جيت؟ بلازما جيت الاول وبعد كده حقنه الفيلر، بنكمل شغلنا. البلازما جيت نتيجته بتبان بعد شهر، وبعد الشهر ده اقدر احقن حقنه الفيلر. وزي ما قلتي ان الفيلر بيقعد 8 شهور، طب البلازما جيت بيقعد قد ايه؟ لا ده فور لايف بقى، يعني 10 سنين لحد ما الواحد بيكبر تاني ياخد عقد تاني من الزمن. ليه؟ لان هو عالج الجلد عندنا، هي مش ماده هتتكسر معانا الجسم هيكسرها، لا انا عالجت الجلد، عالجت الترهل. أوكي. يعني شلت منه طبقه بالحراره بالتهدل، عالجت الكولاجين بتاعي. اوكي فهمت. طيب احنا هنطلع لفاصل ولسه مكملين. رجعنا تاني، وبعد الفاصل احب افكركم بالاوفر او بالعرض، الهديه من عيادات نبض. العرض هو جلسه بي ار بي، يعني فور فري، سواء للشعر او للبشره، مع اي حاجه بنروح نعملها في عيادات نبض، المركز او العياده اللي في الشيخ زايد، والعياده اللي في التجمع الخامس،
وان شاء الله نحاول نضغط عليهم يبقى في العيادات التانية. يعني دي الصفحة بتاعتنا، خليكم متواصلين معنا، شاركونا الأسئلة دلوقتي على طول واحنا على الهوا، احنا نحب نجاوبكم ونحب نقدم لكم كل حاجة انتوا محتاجين تعرفوها. ممكن تقولوا لنا كمان رأيكم لو انتوا عايزين يعني تستفسروا عن حاجة، او تحبوا تشوفوا حاجة على الهوا معنا، احنا برضو ممكن نعملها لكم على الهوا، يعني علشان تبقوا شايفين النتيجة عملي واحنا قاعدين. قبل الفاصل كنا بنتكلم على البلازما جات، وبعد الفاصل انا هسألك بقى عن اللغد. اللغد ده مشكلة يعني بتضايق رجالة وستات على فكرة، وفي رجالة كتير قوي يعني كمان بيتكلموا في الموضوع بتاع اللغد. هو في اصلا مقياس ان الرقبة يبقى شكلها شكل معين، وامتى اقدر اقول ده لغد او ده تهدل؟ تمام، لكل حاجة في الوجه عندنا أو في الجسم ليها مقاييس للجمال، وبالتالي الرقبة ليها مقاييس للجمال. أول حاجة في مقاييس جمال الرقبة إن يبقى عظمة المندبول عندنا، عظمة الفك، تبقى متحددة، ما يبقاش الوجه داخل على الرقبة من غير ما يكون في أي تحديد ما بينهم. ففي كتير ناس بيبقى عندهم فاتس كتير، دهون كتير مغطيالي على العظمة، على العظمة دي. فبيكون في نحس ان في منطقه زي ما بتقولي اللغد ده، اللي هو دبل تشين، يبقى عامل لي دقن على الدقن عندنا. فبياخد طبعا من مقاييس جمالنا كتير. وفي عندنا كمان من مقاييس الجمال طبعا بتاعه الرقبه ان هي اكيد مش هيكون فيها تجاعيد، مش هيكون فيها عروق بارزه. نفرتيتي بالظبط، دي بيسموها مقياس الجمال لمنطقه الرقبه. شايفه قد ايه عظمه الفك متحدده، شايفه قد ايه الرقبه لما بتكون ما فيهاش دهون كتير بتكون باينه اطول، وبالتالي طول الرقبه ده من علامات الجمال، زي رقبتك يا رانيا فيها مقاييس الجمال بالظبط. ربنا يخليك يا دكتور. فانا مفروض الرقبه يبقى شكلها بالمنظر ده بالظبط، ده الشكل كمان نقدر نوصل له، اللي احنا ننحت الرقبه عندنا. نشيل الدهون الزياده بحيث نبين زي اللي في الصوره دي، عظمه الفك تبقى باينه معانا. وده ممكن يترسم، ممكن نرسمه، ننحت اي نوع من انواع التهدل. بس بيتهيألي لو في حد عنده لغد يبقى صعب قوي ان هو يوصل للمستوى ده، يعني للمستوى دوت، يعني هنوصل لكذا ستيب لحد ما نوصل للمستوى ده، بس هو مع كل ستيب هيبقى احسن، فهيبقى راضي. فهيبقى راضي عن النتيجه، لان هو كل ما بيتحسن كل ما هو هيكون نفسيته احسن. فممكن لو هو عاوز يوصل للنتيجه اللي هي البيرفكت دي بنطول شويه في الجلسات. طيب ايه الفرق بين ان انا وانا بعمل رقبتي التجاعيد بعالجها بايه، واللغد نفسه برفعه بايه؟ تمام، احنا لو في ترهل اول بنشوف منطقه اللغد دي، هل ناتجه عن ترهل في الجلد ومفيش عندي دهون، زي ان انا ابقى خسيت مثلا كلبوزه وخسيت فالجلد عندي وقع، حصل ساجنج سكين، تمسكيه تلاقي فيه سكين مفيش فات سيلز تحتيه، فبالتالي ممكن اشده بخيوط. لكن لو في فات سيلز ما اقدرش اشدها على طول بخيوط، لازم اعمل اذابه لمنطقه الدهون دي، بحيث ان هتبقى تقل على الخيط لو انا فضلت مخليه الدهون دي، وهيبقى شيبنج مش حلو. فلازم انحت الاول منطقه الرقبه دي، اشيل الدهون، وهي بتبقى كميه بسيطه، فبتحتاج ما بتحتاجش كتير من الجلسات. ليه؟ لان هي كميه قليله بس مبوظه شكلنا. فمجرد ما هتتشال الدهون دي، مجرد ما هتبلي عظمه الفك فهتترسم، هيبقى باين الفاصل ما بين الرقبه والوجه، فهيبرز لنا مش بس جمال الرقبه، لا جمال الوجه. لكن الخيوط لما بتيجي نستعملها، عشان طبعا في ناس كتيره بتخاف منها، انت لما بتيجي تستعمليها عشان تشدي اللغد بتعمليها شبكه، ولا بيبقى بس يعني خيطين، خيط هنا وخيط هنا؟ في حالات بعملها شبكه بحيث ان التهدل فيها مش كبير، وفي حالات تبقى محتاجه ان انا اعمل فيكسيشن، تثبيت اكتر، فاشد من خيط لهنا لحد ورا الودن عشان ما يبقاش باين، ومن خيط من برده من النص عندنا لحد المنطقه الثانيه من عند الودن. وما بتوجعش ولا حاجه، بناخد بنج مخدر. فما بيبقوا قاعدين انا فاكي بتوجع. لا لا لا، اصل بنج مخدر فانت مش هتبقي حاسه بشكه الابره، لان هي نفس شكه ابره الانسولين اللي الناس بتديها لنفسها في البيت. فنفس شكة الإبرة دي. أيوة ماشي، دي هتشوكي بقى، وبعدين تسحبي الخيط ده بقى مش هحس بيه بقى وهو ماشي هنا كده؟ لا لا، مش هتحسي بيه، لأن احنا حطينا كريم مخدر أندر أوكلوجن لمدة يعني نص ساعة، ساعة إلا ربع، هنكون خدرنا الخلية في المكان ده. دي من الاستخدامات التانية للخيوط، أقدر أملى بيها أي سكار، أي ندبة عندنا. يعني الخيوط مش بس للرقبة، ممكن حاجات تانية. مش بس للرقبة، مش بس للشد، لا أنا ممكن أملى بيها في نوع تاني من الخيوط، أقدر أملى بيه الندبات اللي عندنا، وهنا مش هيبقى بس امتلاء للحفره اللي عندنا. ثانيه واحده، يعني هي الخيوط احنا بتقول اللي حضرتك بتقوليه ان هو ملهوش دعوه بالتجاعيد كمان، لا ده ممكن كمان تعملي فيلينج.
بالظبط، بعمل بيه فيلينج لمنطقه السكار، وغير كده هو هيعمل فيلينج في الوقت الحالي، لكن هيحسن لك الكواليتي بتاعت السكين. ايه ده بقى؟ هنا حقنا الخيوط، حسن لك الكواليتي بتاعت السكين. ثانية يعني واحدة، ده حد كان عنده سكار، حد ده ده سكار، حد دي سكار ندبة في وجهه، سكار جرح قطعي في الوجه، عملنا اللي احنا مالينا فيه خيوط. ليه استخدمنا هنا الخيوط؟ علشان هي هتملالي في الوقت الحالي، بس هتفضل تحسن لي الجلد طول ما هي في الجسم، هتفضل تحفز لي الكولاجين والالاستين. نفس فكره الخيط اللي بخيط بيه الجرح، هيفضل يحسن لي الجلد الكولاجين والالاستين ان هو يقفل لي الجرح ده تاني. يعني انا لو ما انا متعوره مثلا في دقني وقعت وانا صغيره واتخيطت وهنا سايبه زي سكار، ده ممكن تعمليها ممكن نعملها بالخيوط دلوقتي، اللي احنا نملى الجرح الموجود دلوقتي بالخيوط، وهو طول ما هو موجود بيحسن لك الكواليتي بتاعت السكين اللي فوقيه، عشان ما تبقاش مجعده، علشان تبقى ماشيه مع نفس الشكل بتاع الجلد عندنا بقيه الوجه او اي مكان يعني في الجسم. طيب انا هسالك بقى على سؤال، طبعا كل ستات مصر ومش بس الستات والبنات اللي بتعمل دايت وبتخس بيحصل لها ستريتش ماركس، او بعد الولاده بيحصل ستريتش ماركس. هل ستريتش ماركس دي فعلا بتروح يعني الحاجات اللي هي التجميليه، ولا يعني هتخف شويه لكن مش هتروح خالص؟ طيب احنا الاول عندنا الاستريتش مارك دي نوعين، نوع البا لونه ابيض، ونوع روبرا دوت لونه احمر. فالنوع لونه احمر ده هيروح تماما ان شاء الله. ليه؟ في الجلسات هو لسه في بلاد فيسل شغاله هتساعدني، في دوره دمويه معايا هتساعدني ان هي الجلسات كلها تستفيد منها، فهنعمل فيها جلسات فراكشنال ليزر، هيحسن لي المكان تماما اكتر من جلسه لحد ما هتروح تماما. طب لو هي سابت نفسها شويه، اتحولت من اللون الاحمر للون الابيض، لا هي هتتحسن، بس هتتحسن بشكل كبير جدا، بدل ما هي كانت مشوهه لشكل البطن عندنا او الارداف او واتيفر هي فين، في الدراعات حتى في الرجاله بتيجي الناس اللي بتروح جيم وتوقف اليويو دايتنج، ده بيطلع لي ستريتش مارك، غير موضوع الحمل كمان. يويو دايتنج؟ يويو دايتنج يعني اعمل دايت وارجع اتخن تاني وارجع اطلع وانزل واطلع. ده في ناس كتير رايحين جايين في 10 كيلو كده يعني. انا يويو معظم الناس كده بيبقى شويه دايت شويه، فبيظهر بقى الاستريتش مارك دي، بيبقى الكولاجين عندنا ضعيف، فبيحصل زي فتحات في الجلد. فلما بتسيب نفسها بقى انها تتحول من اللون الاحمر للالبا للابيض، بتتحسن عندنا، بس ما بتروحش 100%، بس التحسن 70% ده هتبقى حاجه مرضيه. بعد ما كان المكان عندنا متشوه مليان حفر حفر حفر، احنا بنعمل ريسيرفسنج، بنحولها من خط عريض لخط رفيع جدا ماشي مع السكين كريزز، مع تنيات الجلد، فما بيبقاش باين. طب هو الصح ان انا مثلا لو حصل لي ستريتش ماركس بعد اول ولاده اجي اعمل ده، ولا استنى اما اخلص كل الولادات واروح جايه عامله مره واحده؟ ما هي ساعتها بقى مش هتروح تماما، ساعتها هتتحسن بس. فاحنا ليه نسيب الحاجه لحد ما تبوظ، اللي هو جسمنا يعمل حادثه كده وبعد يعني كده؟ اللي بتقوليه ان انت بتنبهي كل العروسات الجديده ان هي اول ما تعملي ولاده الحقي بدل ما تغرزي، يعني بالظبط تلحق عشان تروح تماما وتاخد عدد سيشنز اقل بدل ما تفضل. عارفه برضه لما بيحصل ستريتش ماركس كده وتيجي انت تبقي مش عارفه تلبسي المايو او كده، او مثلا لابسه حاجه حملات وخارجه وعندك ستريتش ماركس في ايدك، لانها مش دايما بس بتطلع في الـ في الـ في البطن يعني، ممكن تطلع في اي حته تانية، ده مهم جدا ان هي تبقى حاسه ان هي لابسه وشكلها حلو واثقه من نفسها. بالظبط، ايفن وهي قاعده في البيت وجوزها يبقى متضايق من الشكل ده، مش عارفه تقعد لابسه براحتها علشان شكل الحفر حفر حفر حفر. فحتى ايفن القلبه دي نقدر نعمل ريسيرفسنج، نخلي الجلد كله سيرفس واحد. اوكي، طب احنا انت عارفه ان احنا في الحر طبعا، وداخلين اهو على الحر الاكتر يعني، المشكله بتاعه العرق دي مشكله بتضايق ناس كتير، ومشكله الناس بتتخيل ان هي ملهاش حل، وبتبقى قاعده مكسوفه يعني، تبقى دايما قاعده مكسوفه وخايفه تتحرك يمين او شمال علشان خاطر ما يبانش موضوع العرق. مش شرط بس يعني هنا كمان اندر ارمز، لا ممكن كمان في الايدين، في ناس ايديها بتعرق وفي ناس رجليها بتعرق. ازاي احنا نساعد الناس ان هم يقضوا على المشكله دي، فبالتالي تحسي كده بسيلف كونفيدنس، انت تبقى عندك ثقه في نفسك، بتلبسي وتتحركي براحتك ومفيش بقى ايه التدويره اللي هنا دي؟ ده عارفه في ناس من كتر العرق بيجي لها صيف وشتاء التدويره دي. وبيجي لي يعني اطفال يعني لسه ناس في مدارس وكده، ما بيبقى وقت الامتحان من كتر العرق مش عارفين يمسكوا القلم،
فبحيث ان على طول بيبر له ورقه الامتحان، لان هو بيزيد في الاستريس. في الاستريس مع الاموشن والاستريس بتلاقي ورقه الامتحان دي، فيجوا يحقنوا كل امتحان البوتوكس، شكه بوتوكس صغيره بنحقنها في المكان اللي فيه زياده تعرق ده، سواء كان في الايدين زي ما قلتي او في الابط او في الرجلين، لان في الرجلين بتعمل ريحه سيئه جدا، بتبقى تربه خصبه للفطريات، فبتبقى الريحه مع كمان كوتشيات كتير او شوز كتير مفيش تهويه للقدمين، فبتعمل فطريات مع العرق الكتير ده يعني. فطبعا بتبقى بالظبط، فبتبقى حاجه طبعا بتبقى يعني بتبقى بتخجل اي حد. بس فبيجوا شكه البوتوكس دي بياخدوها، يعني هي علاجها بوتوكس، والبوتوكس ده بيحل المشكله دي. دي حاجه مهمه كمان عشان موضوع الامتحانات اللي الدكتوره هبه قالت عليه، شكه بوتوكس بتحل الموضوع ده. يعني احنا هنروح لفاصل، لسه مكملين، استنونا. ورجعنا تاني ولسه معانا اسئله، ودكتوره هبه فرج هتجاوبنا على كل الاسئله. تواصلوا معانا من خلال صفحتنا. دكتوره هبه هسالك سؤال مهم جدا كل الشباب بعتينه، وطبعا انت عارفه انت عماله تشجعي ان احنا نبتدي نبص لنفسنا من واحنا صغيرين. طبعا اثار حب الشباب يعني بتعمل مشاكل كتير، وخصوصا لو انا عروسه وفرح يقرب، او انا عريس حتى مش لازم عروسه، برضو كل واحد يبقى صوره الفرح دي بتبقى صوره مميزه جدا. فهل في علاج لحب الشباب وبرضو نفس ال سوري نفس السيشن او نفس الجلسه اللي انا بعمل فيها علاج لحب الشباب اقدر ان انا ارجع بيها نضاره للبشره؟ احنا دلوقتي نقدر في الجلسه الواحده ديت نعمل فعلا الاثنين، نعالج حب الشباب ونعمل نضاره، نعمل جلوينج تنويره في الوش، بحيث ان احنا يعني حتى كمان نحقنها في الشفايف، نحس ان الدوره الدمويه احسن، نحس ان وشنا منور. وفي نفس الوقت بتكون سيشن علاجيه للحفره دي، تبدا تملى معايا مره بالثانيه بالثالثه. تمام. زي هنستخدم ايه؟ الفراكشنال ليزر. فراكشنال ليزر لما بظبطه على بارامترز معينه للاكني سكورز اللي هي الندبات الخاصه بحب الشباب، بيعمل على بناء الحفره دي من جديد، بيحفز الكولاجين والالاستين بتاع بشرتنا ان هو يرجع يبني لي الحفره دي. وفي نفس الجلسه اقدر اعمل بلازما، استفيد منها في حاجتين، ان هي تملي لي الحفره زي ما احنا شايفين هنا. لا 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 ايه ده؟ ده كده ده تحسن، انا شايفه ان ده قدامي تحسن بتاع 75-80% بالظبط، ودي نتيجه على فكره كويسه جدا. يعني بعد ما كان الميك اب بينزل لها في الحفر ديت، وبعد ما كان من قريب ومن بعيد واضحه، دلوقتي مش باينه ال 20% اللي فاضله دي غير من قريب قوي، يعني تكاد تكون لا تذكر يعني. وكمان عملنا جلوينج تنويره في الوش، حسنا الكواليتي بتاعت الجلد عندنا، حسنا الدوره الدمويه، حقنا في الشفايف، حسنا من لونها. ازاي؟ عن طريق البلازما، لان البلازما هتفيدني في حاجتين، هتفيدني انها هتبني معايا الحفره ان فيها جروث فاكتور عوامل نمو، وهتفيدني ان هي هتديني تنويره للوش عندنا، الفيتامينز اللي فيها بتدي بتحسن الدوره يعني الدمويه. يعني النتيجه اللي احنا شفنا الصوره بتاعتها دي نتيجه بعد قد ايه؟ هي في كل جلسه بتتحسن معايا، بس النتيجه دي بعد 5 جلسات ما بين كل جلسه والتانيه شهر، عشان نقدر نبني الحفره دي من جديد. يعني انا لو عروسه او لو انا عريس، انا محتاج ان انا اروح اعالج ده قبلها على الاقل 6 شهور بالظبط مثلا. بالظبط، علشان لو كانت الحاله سيفير نقدر نقيمها، ممكن نحتاج اقل من كده، بس يعني يبقى معانا وقت، ما بقاش مزنوقين في الوقت اللي احنا عندنا ديت معين لازم نكون مخلصين قبلها فنعمل يعني كوندنس للجلسات. لا، نروح معانا وقتنا، نكشف، نعمل جلساتنا براحتنا، ما يبقاش موضوع فيه استرس، لكن في الاخر بوصل للنتيجه اللي انا شفتها. بالزبط. ببقى عروسه حلوه او ببقى عريس حلو. بالظبط، الصوره بتبقى هتجننا في الاخر. دكتوره هبه فرج اخصائي جلديه والليزر بعيادات نبض، انا بشكرك جدا على وجودك معايا، ان شاء الله في حلقه جايه ان شاء الله اكون جمعت لك برده كل الاسئله بتاعتك. تحت امر. انا بشكركم وبفكركم بهديه عيادات نبض، جلسه بي ار بي هديه سواء للبشرة أو للشعر مع أي حاجة أنا بروح أعملها، بس في فرعين بتوع الشيخ زايد والتجمع الخامس، ودي لفترة محدودة. انتظروا بكرة عندنا حلقة مهمة جدا، يعني هنعمل لكم فيها مفاجأة إن شاء الله. كمان الإعادة بكرة 11:30 صباحا، وما تنسوش أن أنتوا تدخلوا على الصفحة وتعرفوا كل الأسئلة اللي إجاباتها هنجاوب عليها، وكمان تبعتوا لنا أي حاجة أنتوا عايزين تسألوا عنها، وإحنا بنحضر كل ده. بكرة حلقة جديدة، انتظرونا.